السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين في كل مكان على أرض مصرنا الحبيبة. برحب بكم دايما في برنامج صدى مصر، وكل عام وحضراتكم دايما بخير بمناسبة شهر رمضان الكريم. يا رب مصر كلها تبقى بخير وبصحة وبسلامة. زي ما حضراتكم عارفين، احنا يمكن اليومين دول عايشين ظروف استثنائية، ظروف بتمر بها مصر، ولكن دايما مصر بأبنائها الشرفاء بشبابها بقيادتها بتمر بكل أزمة، وإن شاء الله خير على مصر. وزي ما قلنا حضراتكم إن مصر بتمر بأزمة وبشبابها وبكل حبايبها. النهاردة معانا مجموعة من شباب مصر اللي هم دايما يعني بيمثلوا كيان، بيعملوا مشروع ولا أروع. يمكن النهاردة معايا نموذج من الشباب المصري المتكاتف المتعاون. النهاردة بيعملوا فكرة جميلة جدا تحت مظلة واحدة اسمها المصرية، شركة المصرية. طبعا تعالوا النهاردة نرحب بضيوفنا الكرام. باشمهندس حسام، برحب بيك يا باشمهندس حسام. الباشمهندس محمد كسر، مرحبا بحضرتك. الباشمهندسة مريم، برحب بحضرتك. وطبعا باشمهندسة هند. طبعا يا جماعة كالعادة احنا في برنامجنا صدى مصر بنلقي الضوء على اهم الشركات المصرية اللي بتقدم اشياء جديدة. النهاردة معانا فكرة متميزة، فكرة يعني اكتر من فكرة تحت مظلة واحدة. تعالوا سريعا كده نتعرف على الشركة المصرية. في البداية باشمهندس حسام، يمكن احنا بنقول الشركة المصرية، عايز نعرف بقى يعني نبذة عن الشركة. شركة شغالة في ايه؟ كلمنا عن الشركة بصفة عامة. اولا كل سنة طيب، كل سنة المشاهدين طيبين بمناسبة رمضان. بنتكلم الاول على الشركة المصرية جروب. هي فكرتها ايه؟ هي شركة رائدة في عدة مجالات، هدفها هو النجاح والتطوير. تمام. نشاط الشركة رقم واحد صيانة وبرمجة وبيع مكنات التروين. رقم اثنين تصنيع كباين السيارات. رقم ثلاثة خاص بالتصميمات والديكور. تمام. واضح ان المجالات يمكن قريبة من بعض، ونوع فيها نوع من التكامل يعني. اكيد طبعا. اكيد. طيب النهاردة معانا اربع افكار يعني متناسقه مع بعضهم. يمكن انت حضرتك عملت، انت يمكن بدات في البدايه بمكن التلوين. تمام. صح ولا لا؟ تمام صح. طب كلمنا عن بدايه الشركه، يعني انتوا بداتوا امتى وخطواتكم يعني. بدايه الشركه كانت منتصف 2018. تمام. بدانا كان في تحدي كتير في السوق، في منافسات. قدرنا ان احنا في الوقت دوت ان احنا نحقق نجاح من خلال بيع الماكينات، من خلال يعني التلوين. حضرتك بدات بماكينات التلوين. بدات بماكينات التلوين. تمام. صيانه المكن، الكلام ده كله. كان في تحدي في السوق، قدرنا الحمد لله ان احنا ندرس السوق كويس، نشوف ايجابياته ايه ونحاول نطورها، نشوف السلبيات ونحاول نتجنبها ونطور ازاي ان احنا النهارده نوصل للعميل والتاجر والشركات بفايده تعود عليه. تمام. يعني بدايتك كانت مكن تلوين، ثم بدات باقي الحاجات دي. تمام. طيب زي ايه بقى؟ يعني انت في 2018 بدات اول خطوه. تمام. مع مكن التلوين، بيع وشراء وصيانه. تمام. في منتصف 2018 كان في تحدي، ان طبعا اسعار المكنات التلوين كانت كلها رفعة. ازاي ان انا اوفر مكنات تلوين من مستعمل او جديد؟ تمام. قدرت الحمد لله ان اوفر مكنات تلوين، ان انا انشرها على مستوى الجمهوريه من خلال التجار. قدرت ان انا اكسب ثقه العميل، ان هو من خلاله يقدر اعمل سمعه او اسم في السوق. تمام. بعد كده تعاقدنا على مكن تلوين اللي هو الاي 1 من شركه سانتينت. الحمد لله حققنا برده في نجاح، كان اول مكنه احنا منزلينها وحققت انتشار بسبب برده تسويقنا ليها وافادتنا للعميل من حيث السعر، من حيث الامكانيات، من حيث التشغيل، الكلام ده كله. طيب دي الخطوه الاولى، لكن الخطوات التاليه. الخطوات التاليه احنا النهارده بنعمل كشركه مصريه جروب. انا هدفي ازاي انجح، ازاي النهارده ابقى موجود متواجد في السوق. بلعب من خلال سلات انا بعملها بحيث ان انا احافظ على وضعي ومكاني في السوق من حيث مكانات التلوين. طب اصبح النهارده مكان التلوين دوت سوقه نزل او الكلام ده كله، بلعب على سلات تانية اللي هي سلات تصنيع مكنات تصنيع فرن السيارات. تصنيع فرن السيارات، كبائن فرن السيارات. تمام. الحاجه الثالثه اللي هو دخلنا بموضوع الديزاينات والتصميمات من خلال برضو مركز. وحضرتك طبعا مستعين ب يعني ناس متخصصين، باشمهندسه طبعا هند وباشمهندسه مريم. في الديكور طبعا. اكيد طبعا. انت يعني واضح ان حضرتك بتضع سياسات عامه للشركه، وفي وانتوا كمجموعه بتحط يعني في حاجات. فريق العمل كل واحد مختص بشيء، بس كلنا بنكمل بعض وبندعم بعض. يبقى فريق الفكرة. عملك انت. تمام. النهارده بتتكلم في مكنه التلوين والديكور والتصميمات. تمام. الداخليه ومراكز التلوين ومراكز
مراكز التلوين والسيارات. تمام. طيب هنرجع لحضرتك، بس حابين يعني نتكلم بقى مع الباشمهندسة مريم، وبعدين كلمينا عن طبيعة عملك داخل الشركة. بص، هو انا قسم التنفيذي اكتر، يعني انا دايما بحب انفذ مع العمال على طول، ففكرة ان انا على طول بهتم بالتأسيس. التأسيس طبعا اهم حاجة في البيت، من اول الكهرباء لحد السباكه لحد المحاره، دي اهم حاجه، من غيرها البيت ما يبقاش اسمه بيت اصلا. تمام. دي اهم حاجه في البيت، دي اكتر حاجه انا مهتم بيها. بعد كده بقى التكنولوجي الجديده في البيت زي السمارت هوم والحاجات دي، ده يعني يعتبر طبيعه شغل. دي طبيعه شغل. والديكوريشن بقى او 3 دي ماكس وكده يعني. اكيد. طيب هنكمل مع حضرتك، بس في اتصال معانا الباشمهندس محمد البحيري مدير شركه باور. برحب بيك يا فندم. اهلا اهلا استاذ خليل. ازاي حضرتك؟ وحشتنا يا حاج محمد. كل سنه وحظك طيب يا حبيبي. احنا السنه احنا ازاي اليومين دول كده، السنه اللي فاتت كنت معانا هنا في الاستوديو. كان ليا الشرف يا ريس والله. حبيبي يا حاج محمد. قول لنا بقى تجربتك مع الباشمهندس حسام والشركه المصريه. المهندس حسام حد محترم جدا، راجل ودود مؤدب، راجل بيحب شغله كويس قوي. احنا بنتعاون معاه بقالنا فتره، الراجل يمكن اخذنا منه تقريبا حوالي 10 مكانات دلوقتي في المعارض بتاعتنا. حد محترم جدا، يعني انا ما اقدرش اقول فيه اكتر من انه حد مؤدب. مجرد انك يا حاج محمد الباشمهندس حسام حد مؤدب جدا، ده موضوع يعني يعني خلاص يعني احنا بنتكلم بقى على الشغل واخباره ايه. لا، الراجل بيدعم شغله كويس جدا. الراجل مجرد ان اي عميل بيتصل بيه من العملاء بتوعنا في صيانه، في استشاره، في اي حاجه، الراجل ما بيتاخرش. يعني يمكن يعني ما بيعلقش الناس، يعني الراجل دايما بيحب شغله، وبصراحه احنا متفاهمين معاه، الراجل مؤدب جدا يعني. يعني انا مؤدب ديت، بقول يعني مؤدب، المؤدب ده مؤدب في كل حاجه، في معاملاته، ودي اهم حاجه يعني. الراجل محترم، شايف شغله كويس جدا يعني. النهارده احنا رقم كام معرض مع الباشمهندس حسام وباور؟ يعني التعاون بينكم في كام معرض؟ تقريبا 10 معارض ان شاء الله سبحانه وتعالى. والخطه اللي جايه ان شاء الله اخبارها ايه؟ اللي جاي ان شاء الله خير باذن الرحمن الرحيم، انتظروا بعد العيد بفضل الله سبحانه وتعالى، بس ربنا سبحانه وتعالى يزيح الغم عن الغمه باذن الله. اخبار شركه باور، اخر اخبار شركه باور يا حاج محمد. شركه باور الحمد لله رب العالمين، بنشتغل في صمت زي ما انت شايف يا استاذ خليل، ونتمنى ان احنا ننال اعجاب الجميع، بنحاول نشغل نفسنا كويس والحمد لله رب العالمين. يعني ماشيين بخطه ثابته، ربنا اكرمنا الفتره اللي فاتت. المهندس حسام يقول لك هو طبعا شاف البيزات بتاعتنا واتعامل معاها في المراكز البالون بتاعتنا، هو يقدر يتكلم عنها بصفته متخصص، وراجل يفهم شغله كويس. الحمد لله رب العالمين، يعني احنا ماشيين بخطه ثابته والفضل لله سبحانه وتعالى. طيب تنصح باقي الشركات بالتعامل مع الشركه المصريه جروب، وخاصه في موضوع مكن التلوين ولا لا؟ طبعا 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 بالتاكيد، لانه فعلا زي ما قلت لك هو انسان بيحب شغله جدا، راجل مجتهد، بيشتغل على نفسه، ما بيتاخرش عن حد، راجل بيقدم النصيحه لاي حد، لو هو شايف اصلا في المنتج بتاعك اي حاجه بيكلمك، راجل يعني بيحب شغله بكل المقاييس. يعني انا اتمنى الناس كلها تشتغل معاه، حد مؤدب. والاسعار اخبارها ايه يا حاج محمد معاه؟ ما شاء الله عليك، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تبارك الله، يعني الحاجه كلها في المتناول بفضل الله سبحانه وتعالى. كل عام وحضرتك بخير، واشكرك يا حاج محمد جدا، شكرا لحضرتك. وانت بخير وصحه وسعاده، وسلم لي على كل اللي في الاستوديو، انا اسف ان انا على الطريق مانيش شايفكم، سلم لي على كل اللي عندك، وكل سنه وانتم طيبين يا حبيبي. الله يسلم حضرتك. وبلغ سلامي بالله عليك للاستاذه صفاء لو موجوده. الله يسلم حضرتك، شكرا ليك، هي سامعاك طبعا. بنكمل مع الباشمهندسة مريم، بتكلم بنقول طبيعة شغلك ايه في الديكور. في سؤال يمكن السادة المشاهدين دلوقتي بيقولوا لنا، يعني احنا متعودين ان احنا بنتصل على نقاش وبيجي يتهن لنا الشقة، يعني ايه الفرق بين ان انا استعين بنقاش وايه الفرق ان انا استعين بمهندس ديكور؟ فرق كبير طبعا، محترمين كل النقاشين او طبعا فوق راسنا يا جماعة النقاشين. الفرق طبعا كبير، في فرق ما بين حد فاهم، يعني النقاش شغله ان هو بيدهن. بيبقى برده على فكره في نقاشين فنانين بيعرفوا برده يعملوا ديكور حلو طبعا. بس مثلا ما فيش نقاش بيعرف يعمل 3 دي ماكس، فيش نقاش بيعرف يعمل سمارت هوم، فيش نقاش بيبقى عارف مثلا عنده كميه، لان النقاش معتمد ان بيت او بيتين. لا، المهندس بيبقى معتمد ان هو شركه، الشركه يعني كيان يعني عندها اكتر من بيت واكتر من فيلا، شكل احترافي. بنبقى ماضيين مع ناس في ماتيريال، ببقى ماضيه مثلا جبس، ببقى ماضيه اسمنت، ببقى ماضيه حديد، ببقى ماضيه خشب، فلما باخد الاسعار باخدها بسعر اقل من السوق بكتير. اكيد. فده بوفر فلوس للعميل. الكلاينت لما يجي دلوقتي يطلب من نقاش هيروح على اقرب حد مثلا بيبيع سواء جبس، اسمنت، بويات، وهيشتري بسعر السوق. اكيد. انا بوفر له ان انا بديله اقل من سعر السوق.
ده طبعا غير ان انا حد يعني حد الدارس او الفاهم بتفرق. بتفرق في ايه؟ في ناس مثلا بتبقى حابه تشوف بيتها على اللابتوب قبل ما يتعمل، مش ضامنين اكيد، خصوصا يعني الفيلا هو مثلا عنده فيلته دلوقتي مش هيامن ان هو الون واعمل الالوان وفجاه هو مش عارف ايه اللي هيحصل. لكن لما اقدم له الديزاين على 3 دي ماكس على لابتوب هو شايف ويقدر ان هو يحرك الانترين هنا السفره من هنا. اكيد طبعا. باشمهندسة انت عملتي شغل كتير جدا، ومعانا دلوقتي احد عملاء الشركه من هولندا. برحب بك يا فندم، برحب بحضرتك. مساء الخير. مساء الخير، انا ماجدالينا، وحابه اشكر مهندسه مريم ومهندسه هبه جدا، اتعاملت معاهم اكثر من مره، وبعيد عن المعرفه شفت هي they are very creative، فحابه اشكر شغلهم جدا. طيب هسال بس حضرتك نوعيه الشغل اللي عملوها لحضرتك كانت فين؟ طيب الصوت قطع، حاولوا الاتصال معاه مره ثانيه. طب انت حضرتك يعني دي هولندا، انا عايز افهم انتوا بتعملوا شغل في هولندا ولا ايه؟ لا طبعا، هي كلاينت عندي. تمام. هي عايشه في هولندا بس ليها بيت هنا في مصر. تمام. جت واتفقت معايا طبعا في معرفه شخصيه. قالت لي انا عايزه اشطب بيتي ومش عارفه اعمل ايه، عملنا لها 3 دي ماكس وشطبنا لها البيت، وكانت النتيجه ان هي مبسوطه يعني. ما هي واضح ان هي مبسوطه جدا جدا جدا. طيب باشمهندس محمد، يمكن انت متخصص قوي داخل الشركه في موضوع صيانه المكن. تمام. كلمنا عن خدمات ما بعد البيع، ويمكن دي من اهم الخدمات اللي بينتظرها العملاء. حضرتك احنا خدمات ما بعد البيع دي الحاجه اللي احنا مركزين عليها كشركه مصريه. تمام. اللي احنا مش بنتعامل مع التاجر او الشركه اللي احنا بنبيع مكنه والموضوع خلص، لا احنا طبعا بنضع خطه تسويقيه مع الشركه او التاجر اللي احنا ازاي ينجح، لان وعلى اساس الشركه ما بتنجح هتبتدي تنتشر في الجمهوريه، وبنشرف الجمهوريه هتبتدي طيب تفتح مراكز تلوين. كلمنا يعني انت بتعمل ايه بعد البيع؟ يعني ايه ما نوعيه طبعا بنقدم دعم فني. تمام. دايما بصوره مستمره مع التاجر اللي هو ما يعطلش. تمام. في اي مشكله طبعا بتلفون مع باشمهندس حسام او معايا، بنكون عنده بنحل له مشكلته. طبعا نقطه برضو قطع الغيار، طبعا قطع الغيار في مش موجود منه في السوق حاجات معينه، طبعا بنحاول قد ما نقدر ان احنا نعمل حاجات بديله بنفس الكفاءه والف السعر. وطبعا احنا عندنا ما بنطلعش قطع غيار غير بضمان على الاقل مثلا سنه. تمام. حته المكن طبعا وضحها الباشمهندس حسام، في موجود مكن كتير في السوق، يعني كروب، هيرو، سانتنت، طبعا كل مكن حلو محقق شغل جميل. مع الباشمهندس حسام طبعا في اخر فتره ديت عملنا المكن الاوان، حققت معانا انتشار جامد جدا، وان شاء الله في عرض الباشمهندس حسام يبقى يوضحه معانا دلوقتي. طيب باشمهندس، بالاضافه الى مكن التلوين واعمال الديكور، طبعا احنا عندنا معارض على مستوى الجمهوريه. تمام. اكيد. طب ناخد اتصال من احد معارض احد الوكلاء، وانا ارجع للاستاذ محمد صلاح. محمد صالح، استاذ محمد صالح، برحب بيك يا استاذ محمد، وكيل شركة برايتون، أهلا وسهلا بيك. تمام، إيه أخبار حضرتك؟ الله يبارك فيك. قول لنا بقى يعني تجربتك مع شركة الشركة المصرية جروب. والله يا أستاذ حسام، من الناس اللي إحنا قليلة في السوق اللي إحنا اتعاملنا معاهم كمكن تلوين أو خدمة مكن التلوين. بصراحه يعني اهم حاجه عندنا في مكن التلوين ده سرعه الاستجابه في الاعطال. يعني خدمه ما بعد البيع يعني كويسه جدا في المصريه. طبعا ده اهم حاجه في الموضوع، يعني الموضوع كله مش قصه مكنه بيجيبها لنا وخلاص. تمام. لو مكنه وبيجيبها لنا وخلاص وحصل فيها عطل انا بقعد جنبيها. اكيد. المكنه دي هي روح المكان او العامل الرئيسي في المعرض. من غير المكنه ما يبقاش في معرض تلوين. طيب اخبار السعر ايه يا استاذ محمد؟ والله طبعا مع بالمقارنه بالشركات الثانيه، مع اختلاف السوق واللي احنا مثلا بنتزنق في حاجات معينه ممكن نلاقيها هنا او ما نلاقيهاش هنا فبنقرر اسعار. لا استاذ حسام طبعا الاسعار احسن بكتير. تمام. حضرتك وكيل شركة برايتون في محافظة ايه يا استاذ محمد؟ القاهرة ان شاء الله، مدينة السلام. القاهرة؟ مدينة السلام. طيب هل بتنصح باقي وكلاء الشركة في معظم انحاء الجمهورية
بالتعامل مع الشركة المصرية والحصول على هذه الماكينة ولا لا؟ بأمانة. بأمانة أنا يا ريت أصلاً يبقى كل الوكلاء عندهم مكنة تلوين من عند حسين. يا ريت، وإن شاء الله ده هيتحقق بإذن الله. الشركة نفسها هي اللي تتبنى الموضوع يعني. إحنا دلوقتي من خلال برنامجنا إحنا دعوة عامة لكل شركات مصر بالتعامل مع الشركة المصرية، وزي ما حضراتكم شايفين طبعاً بشكرك أستاذ محمد، وطبعاً زي ما حضراتكم شايفين أحد وكلاء يعني إحدى الشركات المصرية المهمة في عالم الديكورات، يعني أحد عملاء الشركة المصرية. هند طبعا باشمهندسه هند منورانا جدا جدا، يمكن انت ليكي وضع خاص في الشركه، كلمينا عن طبيعه عملك في الشركه. بما ان انا بقى المسؤوله عن الجزء الفني في الشركه فاحنا دايما في الشركه بنحرص ان احنا نقدم حاجه مختلفه. الاختلاف بيجي منين؟ ان انا بدخل الفن او الذوق في كل حاجه بعملها. لا فهميني بقى ازاي دخل الفن بقى في الديكور. يعني أنا مثلاً لما باجي أعمل أنا كمصممة ديكور، لما باجي أنفذ حاجة ببص دايماً للجانب الفني. إيه تأثير الألوان مثلاً على الشخص اللي هيبقى موجود في المكان؟ إيه إزاي ممكن أستغل ده بطريقة مميزة؟ ممكن أستغل ده بإن أنا أدخل الأحجار أو الموزايك أو الجداريات في البيت، ودي حاجة مش منتشرة قوي رغم إنها بتدي فخامة جداً في الوحدة اللي أنا بعملها فيها. تمام، كلمينا بقى عن يعني حتة تأثير الألوان دي، يعني إيه ينفع مع إيه؟ مثلا يعني سواء ليكن مثلا استوديو زي ده او فيلا او مثلا شقه صغيره، يعني كلمنا كل مكان ينفع معاه ايه. اوكي هديك مثال مثلا. أوكي. انا لو عندي بيت وعايز اعمل احس فيه بحاجه مختلفه او احس فيه براحه نفسيه اكتر. انا ممكن مثلا طبعا بيختلف من شخص لشخص. اكيد لما بقعد مع الشخص اللي قدامي وافهم هو بيحب ايه. تمام. ممكن مثلا عندي حيطه اعملها كلها من الاحجار تبقى جريهات غامقه، واعمل جنبها حيطه بيضاء مع ارضيات مثلا خشبيه. ده ساعتها هيدي تناقض في النفس، هيخلي الشخص انا مثلا وانا قاعده في المكان هبقى مرتاحه جدا بسبب الحاله من التناقض اللي انا عملتها. مثلا ممكن يبقى عندي حيطه وانا عايزه استغلها بطريقه تانية ان هي ما تبقاش مجرد حيطه فاضيه، ممكن ارسم عليها رسمه بال 3D واحط زوايا اضاءه. طيب معلش عشان بس هولندا معانا على التليفون، مش عايزين ناخر هولندا عن كده. الاستاذه ماجده لولي، اهلا وسهلا. ماجده لينا، معلش معلش يا ماجي. اتفضلي. مساء الخير. مساء الخير لينا حبيبتي، وحشتيني كتير. وانتي اكتر، مهندسه مريم ومهندسه هند، بصراحه مشرفينا في كل مكان حبيبتي. حقيقه انا تعاملت معاهم بعيد عن الصداقه الشخصيه، انا تعاملت معاهم في شغل، وبجد they are very creative and elegant. واي فكره تبقى موجوده عند الكاستمر او الكلاينت بيقدروا ينفذوها بالظبط زي ما هم عاوزين. انت كلاينت زي السكر اصلا. الخط خط يعني عشان اتصال دولي. يلا شبكه يا جماعه معلش، يعني انا عاوز اتصال ثاني لو امكن يعني يا استاذ تامر. احنا نكمل مع حضرتك بتتكلم عن تاثير الالوان والاحجار وان انا ادخل الازاز في البيت زي الازاز المعشى، الحاجات دي كلها بتدي فخامه في المكان جامد، يعني مش في البيت بس، في اي واحده انا بستخدمها خلي واحده مميزه. تمام. اخر شغل عملتيه كان فين؟ كان مدينتي. لا اخر شغل بالظبط كان في بيت في التجمع، كانت فيلا. تمام. تقريبا صديقتك الهولنديه كانت في مدينتي. اكيد. تمام. حاجات كتير ما تعملناش مع بعض في مدينتي بس. تمام. في اسكندريه كمان. طب تمام، احنا منتشرين شويه. بسم الله ما شاء الله عليك. طيب باشمهندس حسام، يمكن النهارده عايزين نقول للساده المشاهدين بمناسبه وجودكم النهارده رمضان وكده، ان في عروض وهديه هتقدمها للساده المشاهدين. تمام. ايه هي العروضك النهارده؟ ان شاء الله بنقدم عرض لاول 20 عميل او تاجر او شركه. تمام. خدوا من عندنا مكنات تلوين، هيتم سحب من خلال برضو برنامج استاذ خليل، هيبقى مجانا، يعني هيخش سحب على 20 دولار، واللي هيطلع هو ده اللي هيبقى يعني دفع ثمن الماكينه هيستبدل له ثاني المبلغ مباشره. يعني يبقى يا جماعه النهارده المصريه بتقدم لكم عرض ولا اروع، النهارده 20 ماكينه، حضراتكم اول 20 واحد بيحصلوا على الماكينات، هنعمل لهم سحب ان شاء الله على البث المباشر عندنا على جروبنا جروب اعلام سوق البياد، وفيهم فائز واحد بس ان شاء الله هترجع له ثمن الماكينه. تمام. صح كده؟ ايوه تمام. هتقف عليه مجانا يعني. طيب العرض الثاني يا جماعه هنقوله لكم
ولكن لما ناخد اتصال مع وكيل شركه بقى كبسي. برحب بيك يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام. من فضلك علي صوتك شويه. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليك. الله يبارك في حضرتك. ازي حضرتك عامل ايه؟ الله يخلي حضرتك. انت حضرتك طبعا وكيل احدى الشركات الكبرى في مصر وفي الوطن العربي طبعا. الحمد لله. الحمد لله. قول لنا بقى تجربتك مع شركه المصريه والباشمهندس حسام. بصراحة الباشمهندس حسام والاستاذ محمد كان يعني مثال مشرف بجد ان هو الواحد يتعامل معاهم. تسلم يا استاذ محمد، الله يخليك، راجل محترم. كنت كتير على الشغل بس بصراحة لقيت حاجة محترمة جدا، والتعامل وخدمة عملاء ما شاء الله وكل حاجة تمام يعني، وأسعار برضو تمام. طيب أنت حضرتك يعني اتعاملت معاهم في كم ماكينة؟ أنا واخد مكسر وواخد الماكينة تلوين والصبغات كمان واخدها من عندهم. والصبغات كمان؟ ان شاء الله. تمام. طيب حضرتك بالنسبه يعني انت هل بتنصح زملائك الوكلاء في جمهوريه مصر العربيه بالتعاون مع الشركه المصريه ولا لا؟ لا اكيد طبعا، هي حاجه مشرفه بجد. انا بصراحه لفيت كتير وسالت قبل ما اشتري المكنه والمكسر، سالت كتير عن الاسعار والخدمه وكده، لقيت فعلا افضل مكنه وافضل شغل مع الاستاذ حسام والاستاذ محمد. ويمكن شركة كبسي وخامات شركة كبسي طبعا بتحتاج معاملة خاصة جدا، وعملاء الشركة عندك او عملاء المركز التلوين عندك نوعية خاصة من العملاء بيحتاجوا حاجات يعني ماكينة تكون على قد يعني على قد المستوى. اكيد طبعا حضرتك. انا بشكر حضرتك جدا جدا، شكرا ليك. هنكمل مع حضرتك العرض الثاني اللي ان شاء الله للسادة المشاهدين معانا النهاردة. تمام. بالنسبة للعرض الثاني ده من خلال برضو قسم الديزاين. ل 20 عميل تمام، هيتم تشطيبهم من خلال المهندسه مريم والمهندسه هند. تمام. برضه هيبقى نفس العرض اللي هو زي عرض الماكينات التلوين، برضه هيبقى في فرد هيرجع له برضه كل فلوس التشطيب عموما. التشطيب ولا المعاينه؟ الاثنين. طيب مع بعض احنا هنعمل اي حد من خلال حضرتك، ان اي حد هيكلمنا يقول لنا احنا شفنا الحلقه وجايين من خلال البرنامج. تمام. هنروح له لحد البيت مجانا، المعاينه بالمقاسات بالمقايسه بكل حاجه، بالتشطيب هيتكلف كام مجانا. المعاينه مجانا من غير ولا اي فلوس. التشطيب هتعمل عليه؟ هنعمل 30% على التشطيب. ده لو جاي من خلال البرنامج. تمام. ده طبعا من خلال مراكزنا. تمام. مراكزنا اللي هي في القلوبيه والمنوفيه والبحيره واسكندريه، وبرضو احد عملائنا برضو اللي هم التجار اللي متعاونين معانا واخدين مننا مكان والكلام ده كله. طيب يبقى اذا يا جماعه احنا النهارده عندنا عرضين مع الشركه المصريه. العرض الاول ان حضرتك هتشتري يعني اول 20 شخص هيشتروا ماكينات تلوين هنعمل عليهم سحب، والفائز منهم هترجع له فلوسه تاني، يعني هياخد الماكينه مجانا. العرض الثاني حضرتك اول 20 متصل او اول 20 عميل مع الشركة المصرية يعني عشان هيشطبوا الشقة، المعاينة مجانا والتشطيب 30% ان شاء الله هيكون في تخفيض 30% على التشطيب مجانا. 20 عميل هيشطبوا، ال 20 هم هيطلع منهم فرد هيبقى مجانا كمان. يعني باشمهندس يا جماعه كريم النهارده جدا بمناسبة رمضان يعني كريم جدا. يبقى المعاينة والتشطيب مجانا، يعني اول 20 ال 20 هيشطبوا بفلوس كلهم طبعا، ومنهم واحد بس سحب منهم هيكون المعاينه والتشطيب مجانا. ناخد فاصل؟ ناخد فاصل ونرجعكم تاني.
ورجعنا لكم من الفاصل مع الشركة المصرية، إحدى الشركات المصرية الهامة في عالم، يعني مجموعة من الخدمات المتكاملة بتقدمها الشركة المصرية. كنا قبل الفاصل بنتكلم على معظم الخدمات اللي بتقدمها الشركة المصرية، عايزين نتكلم دلوقتي عن خدمة أفران السيارات. تمام، احنا الحمد لله دخلنا موضوع تصنيع السيارات مع الاستاذ محمد، مع الاستاذ اشرف، تمام، والمهندس احمد. استاذ اشرف مين؟ المهندس احمد. المهندس اشرف هو المسؤول عن التصميم، المهندس التنفيذي. ادينا فكره الاول عن كباين الافران بتاع السياره، يعني تمام. يعني ايه بتعمل ايه؟ هل حضرتك بتصنع؟ هل حضرتك يعني بتشتريها بتوزع؟ اتكلمنا بتفصيل يعني. بالنسبه لكباين السيارات، تمام، هي الكباين شغلها ايه؟ تمام، هي بيتم دخول السياره داخلها، تمام، ويتم رش اللون، درجه اللون عليها. تمام، حضرتك بتعمل الكابينه دي؟ اه، الكابينه دي بالمعدات بتاعتها، المواتير والولاعات والكلام ده كله، دي بتبقى استيراد ايطالي. تمام، يعني بنعمل الشكل العام او الهيكل الايه العام بالدوائر الكهرباء والكلام ده كله. طيب، انا فكرتي عن الكابين دي ان هي يمكن ما فيش شركات او مصانع مصريه بالفعل بتعمل الحاجه دي، ومعظمها استيراد. اه، معظم الكباين اللي موجوده بتيجي كلها استيراد، تمام. آه، والاقليه هي تبقى تصنيع هنا في مصر. يعني عندنا كم شركه في مصر مثلا؟ لا، كتير، في كتير كتير. اه، في كتير. عدد شايف حضرتك في المجال ده رقم كم؟ انا بحب موضوع التصنيع عموما، تمام، يعني انا بحب دايما يعني شغل الميكانيكا، تمام، ان انا ازاي اصنع، مش بحبش الاستيراد. انا قد كده، انا ما يعني احب ان انا حتى مكن التلوين يبقى الصنع هنا في مصر، تمام، بس طبعا ما فيش الماده وما فيش الامكانيات اللي هي ايه يبقى في تنفيذ لصناعه الماكينات هنا في مصر، تمام. بالنسبه لل طيب يا باشمهندس، يعني احنا طبعا بنشجع الصناعه المصريه، اكيد طبعا، قدام المنتج الايطالي وقدام المنتج المصري، تمام، اللي هو تابع للشركه المصريه، تمام. النهارده انا كعميل، تمام، ايه اللي ايه المميزات اللي موجوده في الـ في الـ في الـ في منتجك خليني اقبل عليه؟ بالنسبه للسعر، بالنسبه لتسهيلات السعر، يعني السعر ممكن يكون قد ايه؟ يعني بالنسبه، يعني انا مش بقول لك سعره قد ايه، يعني مثلا وليكن سعر الحاجه دي 100%، انت بتنقص عنهم كام في الميه؟ في حاجات 80%، يعني فرق 20% 30%، تمام، عن المستورد، وعن حجم الكابان دي بتتقاس بالمتر، طول قد ايه، ارتفاعات، الكلام ده كله. يعني سعر المنتج المصري الخاص بالمصريه بيقل عن المستورد حوالي 30% مثلا؟ عن المعروض في السوق. طيب، والجوده اخبارها ايه؟ لا، الجوده طبعا ضمان، اي شغل من عندي بيبقى كله ضمان، تمام، كله. اه، زي برضو ان احنا يعني احنا اول تنفيذ لكابينه ديت في مدينه طوخ عندنا، كاره برشوم، ديت اول تصميم عاملينه، والهدف منه هو التحديثات اللي احنا نعملها على طول في شغل الكبائن. يعني دلوقتي شغاله قدام عينينا، تمام، اي تعديلات، اي تحديثات، الكلام ده كله من خلال الشغل، متابعه عمل الكابينه. طيب يا جماعه، دلوقتي يعني المداخلات مش مدينا فرصه ان احنا نكمل مع ضيوفنا، ولكن معلش عشان محمد رجب معانا على الهاتف، برحب بك يا محمد رجب. مساء الخير يا فندم، اهلا بحضرتك استاذ سليم. الاستاذ محمد رجب مدير شركه ايزوس، صح كده؟ تحت امرك يا فندم، ان شاء الله. الله يبارك في حضرتك، قول لنا بقى تجربتك مع المصريه، انت بتتعامل مع المصريه في ايه؟ وخاصه انت حضرتك صاحب شركه دهانات ذكوريه. تمام، اتفضل. والله في البدايه انا بحب اشكر حضرتك طبعا على البرنامج المحترم والمميز. شكرا لي. اللي انت بتقدمه لدعم الصناعه المصريه، تمام، شكرا لي، وخصوصا صناعه الدهانات، فالبرنامج برنامج مميز جدا، بسم الله ما شاء الله، تمام. شكرا لحضرتك، بحيي حضرتك وبحيي ضيوف الكرام اللي مع حضرتك، وبحيي طبعا باشمهندس شمكس، وكل سنه وحضرتك ان شاء الله طيبين. طيب، طبعا البدايه الشركه المصريه، المهندس حسام كشك، طبعا احنا اخترنا المكنه بتاعته بناء على الثقه الكبيره جدا في الشركه المصريه، تمام، معاك الشركه المصريه، تمام، مع حضرتك. الشركه المصريه بسم الله ما شاء الله بتقدم لنا سعر مناسب جدا، المكنه اللي بتقدمها بسعر كويس، وكمان بتنافس بيها ماركات كبيره ممكن العميل نفسه بيدفع فيها ارقام كبيره، تمام، فبالتالي الشركه المصريه هتكون اختيار سليم ان شاء الله، والحمد لله بسم الله ما شاء الله اختيار ممتاز جدا. باشمهندس محمد، كلمنا، يمكن انت النهارده كشركه ديكورات ليك معارض على مستوى الجمهوريه، انت اخذت من باشمهندس حسام كم ماكينه حتى الان؟ تمام، احنا اخذنا منه اكثر من مكنه، تمام. اولا، اول مكنه يعتبر احنا من اوائل العملاء اللي اشتغلنا مع الباشمهندس حسام. الباشمهندس حسام لما عرض علينا المكنه في سانتانا،
طبعا المكنه السنتانه كانت نوع جديد، يعتبر نوع جديد على السوق المصري. تمام، احنا خدناها طبعا بضمان الشركه المصريه، لان احنا عندنا ثقه عاليه جدا في الشركه المصريه. تمام، وثقه كبيره جدا في الباشمهندس حسام كشك، لان الباشمهندس حسام كشك بسم الله ما شاء الله يعني امانه كويسه جدا وخبره عاليه بسم الله ما شاء الله في كل حاجه. تمام، فاول ماكينه خدناها طبعا على تجربه. تمام، ادينا ملاحظاتنا للباشمهندس حسام كشك بعد فتره على المكنه. تمام، المكنه بسم الله ما شاء الله ما عملتش معانا اي مشكله، زائد ان كان يلزمني ان انا اسلم العميل ماكينه فيها دقه تلوين كويسه. تمام، وده اللي حققته لينا المكنه بسم الله ما شاء الله. بالنسبه لسعرها، يعني بالنسبه للسعر يعني كمنتج، السعر بسم الله ما شاء الله ادتنا حاجه كويسه جدا وادتنا جوده محترمه. طيب بالنسبة لوكلائك في المحافظات، انت بتدعوهم دلوقتي لشراء هذه الماكينة والتعاون مع المصرية ولا لا؟ طبعا يا فندم، طبعا انا اي عميل عامة لما بعرض عليه عندنا اكثر من مكنة، طبعا في سوق المكن حاجات متوفرة كتير وماركات كتيرة جدا. تمام، بس الماكينة اللي الشركة المصرية بتقدمها لنا الماكينة تعتبر سعرها كويس، ده بيخدم العميل الصغير اللي ما عندوش امكانية انه يجيب ماكينة براند او ماركة كبيرة، ماركه كبيره بيكون سعرها عالي جدا، وفي النهايه تقدم له نفس الدور وبسم الله ما شاء الله. يعني انا ما عملتش اي معانا اي فرق ما بينها وبين الماركات الكبيره. يعني المصريه النهارده جوده وسعر ومعامله مع خدمه ما بعد البيع كويسه جدا يا باشمهندس محمد رجب. طبعا احنا بندعو كل عملاء شركه ايزو للتعامل مع الشركه المصريه. بشكرك يا باشمهندس، وان شاء الله يكون لك لقاءات كثيره معانا ان شاء الله في الاستوديو باذن الله. نكمل بقى في مجال الديكور. احنا كانت الباشمهندسه بتتكلم عن تاثير الالوان و ان انا ازاي ممكن ادخل الازاز بطرق مختلفه في البيت، ازاي ممكن ادخل في الاحجار، ازاي اعمل ديكور مميز عامه. يعني اكيد احنا بنحاول نوصل لاكتر حاجه مميزه ممكن نقدمها. طيب من اول الخامات، يمكن احنا في اذواق كتيره جدا في السوق المصري، ازاي حضرتك يمكن النهارده بتتعاملي مع الاذواق المختلفه؟ بص، عامة أنا أول لما بقعد مع الكلاينت أو العميل بتاعي بحاول أفهم ذوقه رايح فين، أو هو حابب إيه أو بيحب إيه، لأن من الطبيعي إن أنا أبقى مختلف عن غيري، فباخد منه الفكرة وبطورها. يعني أنا بشوف هو حابب إيه، بحاول أشتغل على اللي هو حبه أكتر، بنقدم أفكار كتير وبنختار منها المميز يعني أو اللي هو حبه. طيب تمام، برضو في المقابل إزاي العميل بيوصل لحضراتكم أو إزاي بتتواصلوا معاه؟ الباشمهندس يعني اكيد طبعا بيكون في كونتاكت ما بيننا، ان احنا بناخد راي بعض، بنقعد مع بعض الاول قعده اسمها اعرف ذوق اللي قدامي. تمام، بفهم منه الاول انت عايز تعمل البيت ايه، يعني او الوحده عامه، او الوحده ايه او الفيلا ايه. يعني بنبدا بقى بالترتيبات الاول، التاسيس، نتكلم الاول في التاسيس، انصحه الاول بالحاجات اللي يعملها في التاسيس هتفيده اكتر وتقعد معاه سنين. بعد كده بنيجي للذوق، الالوان، لو في حاجه مثلا الكلاينت قالها حاسه ان هي هيبقى تاثيرها مش كويس، بحاول بقى ان انا اقنعه. دي مشاكل طبعا بتواجهنا كتير، لان في ناس ماشيه على السمع، ده فلان قال لي ان انا لو عملت شقتي كذا فهي هتبقى تحفه وجميله. وده بيبقى اي كلام. لا، فلازم تسمع من ناس مختصه، ناس ليها خبره في المجال، ايه الحاجه اللي تعيش وايه الحاجه اللي ما تعيش. اكيد الحاجه اللي تنفع الحاجه ما تنفعش، وفرق السعر برضو ما بالظبط، وفرق السعر يعني اكيد. طيب باشمهندس، عايزك تكلمنا برضو عن، احنا طبعا مجالات الشركه كتيره جدا، تكلمنا عن فكره مراكز التلوين. تمام، وكم وعندكم كم يعني معرض في مصر؟ احنا بالنسبه لمركز التلوين بتاعتنا، في مركز في الالوبيه اللي تو، في عندنا مركز في المنوفيه بيتم تجهيزه دلوقتي، في عندنا مركز في مدينه البحيره. ده خاصين. طب هل في خطه للتوسع ولا لا؟ احنا بنعمل خطه دلوقتي اللي هي المشاركات مع بعض التجار. تمام، ان احنا زي احنا دلوقتي بنقدم، مش بنقدم بيع مكان بس، احنا بنقدم دعم للتجار والشركات، مساندتهم بكل التسهيلات، ان هو النهارده ان عاوزين التاجر النهارده يطور من نفسه. تمام، مش مهم السيوله، مش مهم انت معاك كام، المهم انت تطور. تمام، بنغير فكر التجار، عاوز كله يبقى في جديد وفي اختلاف. تمام، فده اللي احنا بنقدمه للتجار النهارده، دعم كامل لكل التجار. يعني ابدا واشتغل، ما تهمكش موضوع الفلوس، احنا مساندين للتجار، للشركات، لكل دوت، احنا يعني يعتبر شركاء معانا ظهره. طيب بالنسبه للخامات الموجوده في المعارض بتاع حضرتك، هل حضرتك بتتعامل مع شركه واحده ولا بتتعامل مع كل شركات مصر؟ احنا بنتعامل مع كذا شركه، احنا وكلاء لشركه كابسي في السيارات، وكلاء لشركه مارولينو، وكلاء لشركه باور، وكلاء لشركه لايف بنت، كل الشركات اللي بتتعامل معانا طبعا بيبقى في تعاون. في تعاون برضه من خلال مراكزنا، في تكامل
في تكامل. في تكامل يعني هم كل شركه بتتميز في بعض المنتجات تمام على حسب اختيار طبعا الفنيين هو ده بيعجبه المنتج ده بيعجبه المنتج ده، فمن خلال مراكزنا احنا بيتم التواصل مع الشركات ديت من خلال منتجاتهم المميزه. تمام طيب ناخد محمود عامر. مرحب بيك يا استاذ محمود. اهلا بيك يا فندم. ازاي حضرتك؟ استاذ محمود مدير شركه اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا بيك افانتي. مدير شركه افانتي؟ ايوه فندم. طيب برحب بحضرتك، قول لنا بقى اخبارك مع شركه المصريه، ايه اخبارك وتجربتك مع الشركه المصريه؟ والله يا فندم قبل اي حاجه احب اشكر حضرتك على المجهود الكبير اللي انت بتبذله معانا في سوق الدهانات وعلى التخطيطات الكبيره دي. تمام. شكرا ليك. واحنا النهارده كشركه افانتي ومن يتبع عائله افانتي بالكامل نحب نشكر طبعا شركه المصريه المهندس حسام طبعا بذل معانا مجهود كبير جدا تمام، من خلال طبعا دعم مستمر لكافه عملائنا، من خلال التزام بالمواعيد ودقه مواعيد والمتابعه والتسهيلات كبيره جدا مقدمه من خلال باشمهندس حسام من خلال الشركه المصريه. ده طبعا مساعدنا كتير جدا 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 في شغلنا احنا كشركات ديكورات. طب انت حضرتك اخدت منه مكن، انواع المكن اللي اخدته منه ايه؟ والله الفتره الاخيره ديت تعاقدنا ل 10 ماكينات اي 1. عظيم. الماكينات دي ناجحه جدا 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 جدا، وبصراحه الباشمهندس حسام دعم معانا جدا في خلال المكن ده. تمام. طب قول لنا بقى بالنسبه كلمنا عن شركه افانتي، يعني انا معلش يمكن الاسم غريب عني شويه، فكلمنا عن شركه افانتي بقى فرصه بقى يا باشمهندس حسام. والله شركه افانتي طبعا نزلنا احنا شركه صاعده في سوق الديكورات. تمام. طبعا حضرتك ديكوري ولا انشائي؟ ديكوري يا فندم. ديكوري. طبعا بدانا احنا بادئين شغلنا في 2018 والفتره الاخيره دي والله يعني بستغل الفرصه ديت ان انا اعلن ان شاء الله خلال الاسبوع الجاي هيبقى في تعاقد كبير جدا بين الشركه المصريه وشركه افانتي. تمام. من اجل طبعا تغطيه جزء كبير جدا من السوق المصري ان شاء الله من خلال المنتجات الديكوريه ومن خلال برضه ماكينات التلوين من خلال باشمهندس حسام. انا بشكرك جدا يا باشمهندس، وان شاء الله تشرفنا في حلقه جايه ان شاء الله نتعرف على شركه افانتي بشكل اكبر ان شاء الله. شكرا لحضرتك باشمهندس حسام. يمكن نجاحات كتيره شايفين، مكان تلوين، شايفين ديكورات، شايفين معارض، شايفين يعني مجالات كتيره جدا في الشركه، مش مجرد شركه لمكانات التلوين. عايزين نقول طبعا في مسيرتك من خلال الفتره اللي فاتت كان في بعض الصعوبات اللي قابلتك. تمام. وازاي اتغلبت عليها؟ كان اهم الفتره اللي فاتت كان اهم الصعوبات اللي بتقابلنا هو توفير مكنات التلوين وقطع الغيار. تمام. واحنا دايما مبدانا كفريق عمل ان شعارنا هو مفيش مستحيل، مفيش حاجه اسمها مستحيل عندنا. تمام. مفيش قطع غيار، ازاي هنوفر قطع غيار بكل الطرق وبكل المكاييس؟ لازم توفر قطع غيار للعملاء. تمام. بالنسبه للاسعار برضو نفس الكلام، برضو ازاي ان احنا ندي للعملاء او نعرض عرض سعر للعملاء من حيث الاسعار، والاسعار مش شيء اساسي بالنسبه للعميل. احنا دايما بنتعامل مع العملاء لان طبعا كشركه مصريه في منافسين في السوق. تمام. اكيد احنا دايما مش بنتجه لموضوع السعر. تمام. قد ما بنتجه ان ازاي نتطور من عميل ونخليه يبقى في ربحيه وفي تطور ليه وفي اكتر من معرض بالنسبه له. تمام. فالعامل الاساسي بالنسبه لنا هنا مش موضوع السعر بس. تمام. دايما بنيجي نعرض افكارنا على العميل، بنكلمه وبنقول له ايه اللي هيستفيده من الشركه المصريه. مش موضوع بيع مكنه، انا ممكن النهارده اكون زياده 10 20 الف عن الماكينه. تمام. بس النهارده يعني اغلبيه العملاء اللي معانا على مستوى الجمهوريه هم استفادوا مننا اكتر ما احنا كسبنا منهم. تمام. وده كان شيء مهم اللي خلانا حققنا انتشار على مستوى الجمهوريه وحققنا نسبه مبيعات كويسه جدا في خلال الفتره اللي فاتت. تمام. بالنسبه لمكنه التلوين يا باشمهندس محمد، النهارده انت متخصص كفني في خدمات ما بعد البيع. تمام. ايه اهم المشاكل اللي ممكن تقابلك في 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 خدمه ما بعد البيع؟ يعني ايه الاخطاء الشائعه او الاعطال الشائعه او حاجه زي كده؟ طبعا في مثلا في علاقتنا في بيع المكن التلوين، طبعا احنا مش بنبيع مكن التلوين بس، مكسرات تقليب دي خاصه برده بالمكن، شيكرات هزاز. تمام. ملونات. تمام. نيجي مثلا لحته اهم الصعوبات اللي بتقابلنا، ان مثلا المكن ده بيبقى شغال على بورد. تمام. الكهرباء عليت اوتشيت، فده ممكن يضرب البورده مع العميل. تمام. فده احنا بنحاول نوفر البورده للعميل، بس دي حاجه بتؤخر ارادتنا واراده العميل. تمام. طبعا مشاكل كتير من قطع غيار، فده ان شاء الله احنا بنحاول نطورها
برغم عدم وجود برضو بعض الالات الحديثه اللي احنا نقدر نعمل دوت، بس بنسعى لده ان شاء الله، وان شاء الله طيب خير. هل يعني بتقدم تدريب لصاحب الماكينه ولا لا؟ اكيد طبعا طبعا مع كل ما بنسلم اي ماكينه طبعا بيبقى في تدريب للعميل ازاي يتعامل مع الماكينه اللي قدامه. الصيانات اليوميه اسمها حاجه اسمها الصيانات اليوميه. الصيانات اليوميه، الصيانات اليوميه انه يقدر يتعامل ازاي مع الماكينه ما يعطلش، يعني يشتغل لو معاه كشف او معاه شغل او اي حاجه وما يعطلش على حاجه، لا يكلمنا احنا بنرد. وطبعا الدعم الفني بيقابله اللي هو ثاني يوم بيكون عنده مثلا الدعم الفني. خلينا دلوقتي انا هفتح يعني انا راجل اعلامي وماليش في مكان التلوين، فطقت في دماغي دلوقتي بعد العرض اللي عمله الباشمهندس وكده، قلت بس انا هفتح مكان افتح ايه معرض تلوين وكده، وهروح اجيب مكنه من باشمهندس حسام تمام لانه اسعاره حلوه وخدماته كويسه، بقى نفتح بقى معرض ان شاء الله. ان شاء الله. انا ما بفهمش في المكان، هل حضرتك ممكن تديني دوره او تمام تدربني تمام على المكان ده، وهل ده هياخد مني وقت ولا لا؟ لا طبعا احنا ما بنسيبش، يعني احنا ما بنسيبش العميل غير لما يبقى خلاص هو درس المكنه وقدر يتدرب عليها بقاله وبدا يعملها هو صيانه بنفسه. في نقطه بالنسبه للعملاء الجدد اللي هم بيحبوا يشتروا مكن تلوين وبره المجال تمام. اما بيجي انا بتكلم عن النقطه دي، اما بيجي يتكلم معانا عاوز مكنه عاوز افتح، طبعا بنتكلم معاه مش ان احنا بنبيعله برده مكنه وخلاص خد مكنه وبيع وخلاص تمام. احنا بنشوف امكانياته تمام، هل متواجد في السوق ولا لا، هل هيقدر يغطي التكاليف اللي هو هيعملها وهترجع تاني ليه ولا لا تمام. الحاجات دي كلها احنا بنساله، يعني عميل مثلا يصلح ان هو يشتغل بننصحه ان هو يشتغل، ما يصلحش لا بنقول له ابعد، لا بلاش تخش في الايه في المجال او الكلام ده كله عشان ما تحققش خسائر ايه ليه تمام. سمارت هوم، يعني يمكن العالم كله دلوقتي بدا يفكر في قصه البيوت الذكيه، ويمكن شفنا يعني دول كبيره جدا بدات في الموضوع ده من سنين، وكنا الكلام ده بنشوفه يعني نوع من الخيال. النهارده المصريه بدات تنفذ ده. هتكلمينا يا باشمهندس مريم عن سمارت هوم، ايه اللي ممكن تقدمي في هذا المجال؟ ده المستقبل. سمارت هوم او البيوت الذكيه دي المستقبل اصلا لقدام. يعني انا بنصح اي حد بيجي عايز يعمل بيت جديد ان هو يعمل سمارت هوم. ايه هو بقى السمارت هوم؟ ده اول سؤال اصلا بتساله، يعني هيفيدني بايه؟ تمام. هيفيدك بايه؟ انت من خلال ابلكيشن صغير على الموبايل بتبدا ان انت تشغل كل حاجه في البيت وانت مش موجود في البيت، يعني لو انت كهرباء. في المكتب انت في المكتب وعايز تشغل النور النور هيشتغل، عايز تطفي التكييف هيطفي، عايز تشغل شاور على ما تروح من المكتب للبيت هتروح تلاقي الشاور جاهز، كل حاجه تمام. طبعا اول حاجه يعني بتهمني قبل ما ابدا ان انا اعرف ايه نوع التكييفات اللي هجيبها، ايه مثلا الاضاءه قد ايه، البيت مثلا متوضب ولا لا، لان هي بتفرق. لو البيت لسه على الطوب الاحمر بنعمل وايرلس باسلاك، لو البيت خلاص متشطب لا بنعمل وايرلس من غير اسباب من غير اسلاك، وده طبعا من غير واي فاي ولا اي حاجه اكيد. وسهل يعني انا ابقى قاعده في مكتبي اشغل النور اطفيه اشغل التكييف اطفيه مع نفسي يعني تمام. طب هل التكلفه عاليه ولا تكلفه قريبه؟ لا في من اول بص من A to Z في كل حاجه، يعني في تكلفه واطيه في تكلفه عاليه على حسب. لو هو مثلا هيعمل حاجه بالصوت وعايز بقى تكنولوجي اكتر والباب يتفتح ويتقفل لوحده وكل ده طبعا تكلفته بتبقى عاليه. لا لو عايز حاجه واطيه شويه لسه بيبداوا كده لا بتبقى تكلفه واطيه، يعني عندنا كل حاجه باكج من A to Z. ده موجود في المصري؟ طبعا ده موجود في المصري اكيد. طيب مش مهندس هند، يمكن انت في الفن، يعني انت متخصصه في التفاصيل اكتر في موضوع الديكورات. النهارده يعني لو احنا عايزين نعمل مثلا استوديو زي ده تمام، ايه افضل الالوان اللي ممكن نستخدمها؟ هقول لحضرتك حاجه، بتختلف حسب ايه الاستوديو ده انا هقدم فيه. يعني انا مثلا البرنامج عباره عن ايه او نوع البرنامج اللي هقدم فيه. انا مثلا ما ينفعش اعمل برنامج للاطفال واعمل الوان حاده او الوان قويه، لازم اعمل الوان هاديه مناسبه، برنامج سياسي مثلا، بعمل لكل حاجه، كل حاجه ليها تخصصها. يعني انا ما ينفعش حاجه كده واشملها لكله. ده بقى اللي بيختلف في الذوق وفي الفن، ان انا ازاي بعرف اعمل الحاجه مناسبه، او هقول لحضرتك بمعنى اصح ازاي اخلي المكان مناسب للوظيفه اللي انا عايزه اقدمها. جميل. او اللي انا عايزه اوصلها. جميل جدا. طبعا احنا بننصح كل مشاهدينا الكرام ان هم يتعاملوا مع المصريه الالمانيه، وزي ما حضراتكم المصريه الالمانيه محمد لسه حاضر معايا في كل حته. مع المصريه، وان شاء الله ناخد فاصل وهنرجع لحضراتكم تاني.
ورجعنا لكم من الفاصل ومكملين مع الشركة المصرية، الشركة الرائدة في مجال مكن التلوين، وأيضا إن شاء الله يكون في كبائن السيارات وعالم الديكور. باشمهندس حسام، قولنا بقى طموحك اللي جاي. إن شاء الله طموحاتنا الانتشار والتوسع بإذن الله في الفترة الجاية. حاطين هدف تمام هنوصل له مهما كانت الظروف ومهما كانت العقوبات اللي هتقابلنا. تمام إن شاء الله مستبشرين خير في المستقبل بإذن الله. إن شاء الله. كلمة أخيرة باشمهندس. طبعا أحب أقول للعملاء إن الشركة المصرية دايما في ظهرهم بتساندهم، يعني إحنا واقفين في ظهرهم ما بنسيبهمش محتاجين أي حاجة من كل حاجة. الشركة المصرية في ظهركم. ظهر العملاء. أختار الجملة. باشمهندسة مريم. عايزين طبعا أول حاجة نشكر كل الكلاينت اللي إحنا اشتغلنا معاهم عشان هم دول السبب في نجاحنا. دي أهم حاجة طبعا. وعايزين نصيحة كده لأي كلاينت عايز يشطب شقته إن هو يختار حد متخصص كويس جدا، حد بيفهم في الديكور، حد دارس. دي أهم حاجة عشان يوفر برضه فلوسه يعني. أكيد. باشمهندسة هند. أنا بشكر الأستاذ حسام على كل التعاونات اللي إداها لنا وعلى الدعم اللي إداه لنا، وبشكر كل الناس اللي ساعدتنا عامة إن إحنا نوصل للنجاح اللي إحنا فيه دلوقتي. تمام. نقطة بس. تمام اتفضل. انا احب طبعا اشكر فريق العمل كله. تمام احنا حوالي 15 فرد. تمام. فريق العمل انا سعيد ان انا متواجد معهم، وكل فرد في فريق العمل بيقدم عمله باتقان، وده سبب نجاحنا في السوق. وانا طبعا بشكر حضرتك وبشكر كل الساده المشاهدين. ان شاء الله على امل بلقاء، يعني ان شاء الله يبقى في لقاءات ثانيه يا باشمهندس كتير ان شاء الله. وان شاء الله في مسابقات يا جماعه، وفي ان شاء الله حمله كبيره جدا ان شاء الله على صفحتنا على الفيسبوك، صفحه اعلام سوق البويات مع الباشمهندس حسام والشركه المصريه. كل جديد ان شاء الله هتلاقوه ان شاء الله على صفحتنا، وان شاء الله لقاءات كتير جدا. بشكركم اعزائي المشاهدين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.